السلام عليكم، انا سميتي نورا رزاق، جيت من المدرسه القرويه لمدرسه القنازره. جيت المسابقه ديال الاولمبياد الرياضيات، دزت في المرحله الاولى والحمد لله ما تقصيتش. انا دابا في النهائيات وكنتمنى نفوز، وكنقدم الشكر الجزيل للوالديه اللي ساندوني والاساتذه اللي كنت كنقرا عندهم، كنقدم لهم الشكر الجزيل. الطموح ديالي في هذه الحياه هو انني نكمل المسيره الدراسيه ديالي ونكون مهندسه ان شاء الله، باش نحقق الاهداف اللي انا باغا، وباش نبني ذاتي، وباش نفرح والديا اللي ساندوني، وبغيت نساندهم كما هما ساندوني في الصغر.